حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. ارتفعت اسعار خام البصره الثقيل دولارا و24 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد الى 82 دولارا و29 سنتا، كما ارتفعت اسعار خام البصره المتوسط دولارا و80 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد الى 85 دولارا و39 سنتا. انخفضت أسعار النفط العالمية في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعاً في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب، كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبيل اجتماع لتكتل أوبك بلس في الشهر المقبل. قالت مصادر برلمانية إن السنة الأولى من الموازنة الثلاثية واجب الالتزام بها، أما السنتان التاليتان فهما قابلتان للتغيير، إلا أن العراق دخل حاليا في الشهر الخامس ولم ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب على الرغم من مطالبته بها. هذا ويرى مختصون أن نسبة العجز المالي في موازنة الدولة المرتقبة تقدر بحدود 7% من إجمالي الحجم المالي لبنود الموازنة العامة وجداولها للعام الحالي، مؤكدين أن تأخر إقرار الموازنة للعام الحالي سيشكل ضغطاً على حجم النفقات ويرفع من نسبة العجز، إضافة إلى غياب فرص التنمية المستدامة. كشفت خدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية عن حلول العراق في المرتبة الخامسة كأكبر مستورد للرز في العالم للعام التسويقي 2023-2024. وبحسب خدمة البحوث الاقتصادية الأمريكية، فإن الفلبين برزت كأبرز دولة رائدة في واردات الرز على مستوى العالم، حيث تمثل 8% من إجمالي الواردات، تلتها مباشرة إندونيسيا التي ضمنت مكانتها كثاني أكبر مستورد صاعد في العالم، بينما احتلت فيتنام المركز الثالث، يليها الاتحاد الأوروبي فالعراق ونيجيريا ثم الصين. أعلنت الأردن عن حصولها على قرض جديد مدته 4 سنوات بقيمة 1,200,000,000 دولار في إطار تسهيل صندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء الأردني بشار الخصاونة، قال إن التعاون والشراكة مع صندوق النقد الدولي أثمر على التوصل أو عن التوصل إلى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية التي تتخذها وزارة المالية الأردنية أسهمت في تجنيب البلاد الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة. تسببت معدلات التضخم المرتفعة في مصر بتراجع القيمة الحقيقية للضرائب العامة خلال الفترة من 2017 حتى نهاية العام المالي الجاري. وأكد خبراء أمريكيون في دراسة حديثة حول انخفاض الإيرادات الضريبية في مصر أن معدلات التضخم التي بلغت أكثر من 39% خلال العام المالي الجاري قابلها نمو بالإيرادات المصرية بنسبة 38% منذ بداية العام المالي، بما يطيح بهدف الحكومة من رفع الضرائب التي تنخفض قيمتها في ظل التضخم المرتفع. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
تنهايته الموجز الاقتصادي بأمان الله.